هنكمل باذن الله. دكتور محمود، حضرتك تحب تضيف حاجه تتعلق على حاجه من الكلام اللي قلناه في الجزء اللي فات؟ انا عارف انا بتكلم بسرعه شويه عشان نخلص، فلو حضرتك تحب تتعلق على حاجه او تضيف حاجه في الجزء اللي قلناه قبل ما نكمل ان شاء الله. دكتور محمود، طب احنا هنكمل على ما دكتور محمود يكون موجود معانا. هنكمل أنا موجود يا فندم، أنا موجود. حضرتك تحب تعلق على حاجة قبل ما نكمل؟ تمام يا فندم، تمام. طيب احنا كنا بنتكلم في الاوبرتيف نوتس، وكنا بنتكلم في النيفرولايسوتومي، البوزيشن بتاع البيشنت، سائل فيه ازاي، بتنام العيان ازاي، بتكسر الترابيزه ازاي، اللي بتثبت العين ازاي، كل الكلام ده ممكن تسال فيه في الامتحان، لان ده اكتر عمليه بتشتغلها كراجل بتخلص زماله، مش معلم بتخلص زماله ومش عارف البوزيشن بتاع العين ازاي، اليوريتريك ستون، الفتحات المختلفه للابر للميدل للور يوريتر، سواء كان اوبرتيف او طبعا ممكن اللاباروسكوبيك، طبعا اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات، مش هن يعني قلنا هنت بسيطه عنه، طبعا اللاباروسكوب ده فيه كلام كتير جدا، انا بتكلم على الايه، على الحاجات الاوبرتيف. ممكن من العمليات اللي تسال فيها البايلوبلاستي، والبايلوبلاستي لو انت مش عارف الديسممبرد، يعني هتعرف يعني في الفلابس، اهم حاجه تكون عارف اكتر عمليه بتتعمل ديسممبر، والنون ديسممبرد اللي هي الفلاب بروسيدير، فلازم تكون عارف الديسممبرد بايلوبلاستي والاندكشن بتاعتها بتعمل ازاي، والاسم بتاع الهاينز اندرسون، وازاي بتاخد بتعمل ريدكشن ما بتعملش، وبتاخد الستي سوشيال بتاعتك ازاي، وازاي بتعمل بتقعد تاخد الاول غرزه اللي هي ما بين الانجل والانجل والسباتوليشن، والخمس كلمات اللي هم المهمين قوي ينفعوا في اي ريكونستراكتيف بروسيدير، اللي هي ستنتد، سباتوليتد، تنشن فري، ووتر تايت، ديبندنت، يعني اي الخمس كلمات دولت هو البرنسبلز في اي ريكونستراكشن، ان هي تبقى تنشن فري، ووتر تايت، اللي بنعمل سباتوليشن، ولازم ستنتد، وموضوع ان هي في الروتر البايلوبلاست انها تبقى ديبندنت. ده بسرعه كده. وهي طبعا انواع الفلابات السبايرال والفي واي فلاب، وطبعا موضوع اليوريترو كاليسوتومي واتعمل امتى، والكومبليكيشن بتاعت البايلوبلاست. طبعا في برضو من الحاجات اللي هي الانتي فلاكس سيرجري، انترافازايكال واكسترافازايكال كومبايند، والاسماء مهم جدا اعرف وافتح العين ازاي. طبعا الراديكال بروستاتيكتومي والكلام بتاعها طبعا لازم تعرف، والبوزيشن بتاعها عامل ازاي، والديفرنت ابروشز سواء كان اوبن او لابروسكوبيك او روبوتيك. طبعا روبوتيك من اشهر العمليات دلوقتي، روبوتيك راديكال بروستاتيكتومي، حتى ناس دلوقتي بداوا مع لو استخدم الروبوت استخدمه في الايه، في روبوتيك راديكال بروستاتيكتومي. ده بالنسبه للسيرجيكال تكنيكس. عشان بس نخلص، بس انا ايه هدخل بقى بسرعه كده في انا طبعا ما اتكلمش على الالات بتاعت الاوبرتيف. هو بس استاذن حضرتك، بس في حته الراديكال بروستاتيكتومي يعني بيسالوا كتير في الشفا، وعندنا في الحته بتاعه النيرف سبيرنج بيسال عليها كتير قوي، ان هي نيرو فاسكولار باندل، بيسال من اول الاناتومي بتاعها، هي دي جايه منين، جايه من البلفيك نيرفس، ودي جايه منين، من سمباسيتك فايبرز من الهيبوجاستريك بلكسس، وبرا سمباسيتك من البلفيك نيرفس او بلفيك بلكسس يعني. والحاجه الثانيه البلينز بتاعه الديسكشن، في انترافاشيال واكسترا فاشيال وفي انترفاشيال، فدي بتتسال كتير ده حضرتك دي يعني. بالنسبه يعني للابراسكوبك، اللي بتبان قوي في الابراسكوبك، في روبوتك بالظبط، او انما في لابروسكوبك في بالظبط، الاوبن بس ما قصدي اظنش ان في حد بيعرف مع موضوع الاكسترا فيشيال والانترا فيشيال، دي في الاوبن ما بتبانش بيدعوا قوي. يعني، بيبقى خيال شويه، بيبقى خيال الحقيقه يعني، لكن هو طبعا انما في ما بيبقاش، هي الابراسكوبك فعلا بتبقى احسن. طبعا طبعا هو في الاوبن يعني هو بيبقى مثلا عايز يعملها انترا فاشيال، بيبقى داخل كانه داخل جوه بروستات سبستانس، بحيث ان هو سايب البروستات الكبسول، تمام. بس طبعا ما بتبقاش الفاشيا ليرز ما بتبقاش واضحه زي الروبوتك، لان انا بصيت على الاثنين يعني. فطبعا لا فرق شاسع يعني، بس اقصد اقول الحته دي بتتسال كتير يعني، عندنا يعني بتكلم عن مع مركز كانوا بيسالوا فيها كتير، لان في ناس كتير بتعمل نيرفس بيرنج، في مستوى فبيحبوا الماجستير يا دكتور يسالوا في محمود الحته ولا دي. في الدكتوراه؟ يعني ممكن في هي الماجستير الحقيقه والله ما يسأل يعني، في هو حاجة زي بص كده؟ هقول لسعادتك على حاجه، هي ممكن في الزماله عندكم تبقى منظمه اكتر، في المركز حضرتك عارف ازاي بيبقى الوضع يعني، ايه ما بيفرقش قوي هو ماجستير ولا دكتوراه يعني، ممكن بيسال اي اسئله وخلاص، ما تمام. يعني هو بيقيم ايه الوضع ككله يعني. انما انا اقصد اقول دي ساعات بتتسال في حته البلينز اللي هي الانتر فاشيال والانتر فاشيال والاكسترا فاشيال والنيورو فاسكولار باندل،
لان دي تمام تمام تعتبر الميزه الرئيسيه للروبوتك عن الاوبن، يعني دي الميزه الرئيسيه يعني. تمام فدي ساعات كتير كانت بتتسال، فيعني برضو لو الزملاء يبقوا يبصوا عليها يعني ايه، يبقى فاكر ممكن ما يبقاش فاكرها قوي ساعه الامتحان، يبقى نظري او كلام في الاناتومي او كده، ما بقاش متذكرها قوي يعني. تمام. هو انا في جزء عديته اللي هو الالات بتاعت الايه؟ بتاعت الاوبن اوبن نيورولوجي ده صفحه 200 برضو ممكن، لان ممكن تنزل في الامتحان. هقولها بسرعه كده هيعدي عليها بسرعه. الموسعات ريتراكتورز، ده ريتراكتور اسمه بوك وولتر ريتراكتور، ده جزء منه بيركب في التيبل اوبرتيف تيبل، وده بيستخدم اكتر في العمليات اللي انت محتاج المساعد يشتغل معاك، اللي ده بيبقى فاتح البيشنت وفي الاستخدام. طبعا اجزاءه كبيره قوي وانا يعني ما شفتوش قبل كده. اسمه بوك وولتر ريتراكتور، وده يستخدم اكتر في الادرينالكتومي لو هي كبيره او محتاج تعمل سوراكو ابدومينال ابروتش. في بقى الريتراكتور اللي هو الاشهر او الدينيس براون، او في بعض الناس بيسموه الرينج، في واحد واسع اسمه الرينج اهو، ده الرينج ريتراكتور. في واحد بقى اصغر من اضيق منه، هو شبهه بالظبط، يكاد يكون هو بالظبط، هو الدينيس براون ابدومينال. هم استعمالهم واحد يعني، بيستخدموه في الايه؟ في الابدومينال سيرجري، او لو انت في اليوريثروبلاستي، في البرينال يوريثروبلاستي بيستخدم اللي هو الرينج ريتراكتور. وفي واحد بيستخدموه بتوع الفويدنج اللي هو ده ما يشتغل في حاجات في الفاجينا، سواء في فيستولا او في بيركبوا التيبس، اللي هو ده الريتراكتور، ده رينج ريتراكتور. وفي ده الريتراكتور ده اللي هو بتاع البروستاتيك، ما احنا عارفينه اللي هو اسمه ميلينز سيلف ريتيننج بلادر ريتراكتور، اللي هو شبه ريتراكتور عادي، بس في حته ثالثه بتركب فيه بحيث ان هي ايه، تاخد الدم بتاعك. وبيستخدم اكتر رغم ان اسمه ميلينز، بيستخدم في الترانسفازيكال بروستاتيكتومي. الريتراكتورز العاديه فيه ده مهم قوي، ده لو نزل لك في الامتحان ما عرفتوش ليه التاكسودا، ده الايه؟ الجلفرني، جلفرني في البايولايسوتومي، بعد ما بتعمل البيلين بتحطه. وفي منه مقاسات مختلفه، وطبعا ده مهم قوي ده بالنسبه للبارشال نفريكتومي، سواء كان لابروسكوبيك او اوبن. لما بتيجي تعمل اسكيميا، ده البولدوج، ده بتوع الفاسكولار عارفينه كويس، ده البولدوج كلام. برضو الكلامات اللي انت برضو لازم تعرفها، ساتينسكي، ساتينسكي، وفي حاجه شبهه اسمها كولي فاسكولار كلام. طبعا بتوع الفاسكولار عارفين الحاجات دي كويسه، انت بتعمل نفريكتومي لازم مكان معاك الايه، ساتينسكي فاسكولار كلام، وتسال فيه واستخداماته والحاجات اللي علاقه بيه. في الديبيكي، في خلي بالك، في الديبيكي احنا عارفين ديبيكي فورسبس، بس ما نعرفش ان في ديبيكي كلام، ده اسمه ديبيكي كلام، ديبيكي فاسكولار كلام. الديبيكي فورسبس اهو اللي احنا عارفينه وبنستخدمه واحنا بندسكت على ايه، على فيزل، بندسكت على حاجه بريشس زي فاز او على يوريتر مثلا. فالديبيكي ده الفورسبس، وده الايه، ده الديبيكي فاسكولار كلام. ده حاجه اسمها لامبرت كي فاسكولار انفيور فينا كافا كلام، لو انت بتعمل عندك في ثرومبس من اي في سي وعايز تعمل له كلام عشان تشيل، طبعا ده شغل اوعيه اكتر يعني. ده بالنسبه ده طبعا الالات، ده حاجات احنا عارفينها اللي هي ده بتاعنا، لازم يكون عارف ده كويس، ولما ما عرفتوش الامتحان مصيبه. ده اللي هو السيستولايسيتوم فورسبس، اسمه سومسون ووكر سوبرا بيوك سيستولايسيتوم فورسبس. وده طبعا الشيزل عشان الالات بتاعت اللي بيكتم، طبعا الهنود بيعملوا بيكتم كتير في حالات اليوريثرا. وطبعا في مش جايب هنا الالات بتاعت الريبري سيكشن، الشيزل والبريوستر الفيتور، الحاجات دي مش موجوده هنا بس لازم تكون عارفها، وممكن تيجي في الامتحان من الحاجات اللي عمليات كنت تسال فيها، اللي هو الايه، الريبري سيكشن. طبعا دي الموسعات دي، وفي تو سيت من الموسعات، الموسعات دي اسمها كلوتون ودي ليستر. الفرق ما بين الاثنين دي الاند بتاعتها فيولين شبه بتاعه الكمان، والاند بتاعتها ستريت هنا راوند. الليستر ده النهايه بتاعتها اوليف، حاجه كده في حاجه بارزه في نهايتها، عند التب، وهنا النهايه بتاعتها كوين شيب مدوره. فدول الايه؟ التو سيتنج اوف دايليترز، وطبعا باستعمالاتهم في الكالبريشن والدايليتيشن، وطبعا في اليوريثروبلاستي لازم ايه؟ ممكن يستخدموا. طبعا في موسع تاني اللي هو الرينج، اللي هو ده في حالات اليوريثروبلاستي انت بتدخله من طبعا اغلب حالات اليوريثروبلاستي اللي هو بيعمل مقفول من تحت، بتبقى عامل سوبرا بيوبك، فانت ده بتعديه من فوق من السوبرا بيوبك لغايه ما ايه، ما تحسه تحت من ايه، من البرينيه، وبتفتح عليه. ده الايه اللي هو اللي هي جروف ساوند، او بيسموه الرينج دايليت. الحاجات دي طبعا مش ايه، مش كده احنا النقطه فاضل لي بس دلوقتي يعني حاجات بسيطه في هتكلم على الراديولوجي والباثولوجي بسرعه كده. الراديولوجي هنقول كلمتين كده ونعرض كذا صوره اشعه كده بسرعه ونعدي عليهم من غير ما نتكلم في من غير ما نتكلم فيهم يعني ايه، عشان احنا كده طولنا عليه. ده بان يوريثرال ستريكشر،
وده الانتيريو ستريكشر يعني في الانتيريو يوريثرا. طبعا ممكن ندخلك من ده في اليوريثروبلاستي وكل الكلام بتاع اليوريثرا والاناتومي بتاع اليوريثرا وعمليات اليوريثرا. في دي بوستيريور ستريكشر وده ريتروجريد. ريتروجريد ايه؟ طبعا انت بتقول النوع الايمجنج والبوزيشن بتاع البيشنت وبنعمله عشان ايه، وتقول الكرايتيريا اللي خليتك تشخص تقول ان ده ستريكشر. دي حاله برضو فيها ريتروجريد، في ده ميكتوريتنج يعني البلادر اتملت من السوبر بيوك وبعد كده العينين اتبول، فالايه فالصبغه باينه اكتر في المثانه وبعد كده ايه بلانت جايه في حته مش ايه مش باينه. اوقات بنعمل كومبايند ستادي، والاختصار ده مهم قوي. يعني احنا لما كنا بنتكلم في الكورس بتاع اليوريثرا اتكلمنا بي اف يو دي دي، وانا شايف حاله من اسبوعين. ايه البي اف يو دي دي ده؟ ولازم تكون عارفه، بيلفيك فلور يوريثرال ديستراكشن ديزيز او انجل، بي اف يو دي دي. وبتعمله الكومبايند ستاد، بتعمل ريتروجريد اللي هو اما بيحصل فراكشر بيلفيس واليوريثرا بتتفصل تماما عن بلادر نيك. كفايه كده يوريثرا، ندخل بقى في جزء ده بلادر فيها دايفرتيكو في يوريثروجرام، وفي في حته لو حته ما يعني عامل كومبايند ستادي ميكتويتنج مع ريتروجريد يوريثروجرام برضه بروكسيمال ستريكشر. هو طبعا ما انا بقول لك الكتاب ده اللي عنه هنود فبيتكلموا في اليوريثرا كتير قوي. ده دايفرتيكولم في البلادر انتيرو فيو ولاترال فيو. ده النورجينيك بلادر اللي هي الكريسماس تري، مهم قوي دخلك منها في الفويدنج وكل كلام الفويدنج. طبعا البيدياتريك في ده اوبستراكتيف ميجا يوريتر باي لاترال، وده الاشعه ديت سي تي يوروجرافي. ادخلك بقى في الايه في كل الكلام بتاع الدايليتد يوريتر وانواع الدايليتد يوريتر سواء كان في ستريكشر او في ريفلاكسنج. طبعا البوستيريوسترال فالف ويبقى معاه ريفلاكس او معهاش، وازاي اعمل الايمجنج بتاع البوستيريوسترال فالف وبحط الاسطره ازاي، وبعمل الصبغه وبعمل بشوف فيه ريفلاكس ولا لا، وبعد كده بخلي العيل يتبول وبص اشوف الايه النك اللي هي بتاعت الشولدرنج بتاع البوستيريوسترال فالف. طبعا البيدياتريك طبعا الكلام ده مشروح بتفصيله، عندنا محاضره على القناه الدكتور اشرف سعد ربنا يجزيه خير مكلمنا ساعتين تقريبا او 3 ساعات عن الكونجينيتال هيدروفوزس بكل التفاصيل دي مشروحه بالاشعاعات بالمانجمنت. مجموعه محاضرات قيمه جدا في البيدياتريك يورولوجي. ده طبعا الستونز طبعا بحاجاتها المختلفه سواء سبايرال اي في او او بلين فيلمز. هدخل بقى بسرعه بقى على الايه على الباثولوجي، انا عارف ان انا طولت عليكم عشان بس نخلص ونسيب ايه مساحه بس للايه لو في اسئله نعدي عليها بسرعه ان شاء الله. اخر حاجه الباثولوجي، الجراد طبعا ده جار طبعا باين ان في ستون وباين ان الكدني ماهيش ما فيهاش حاجه باثولوجيكال، ما فيش هيموريج ما فيش نكروزس، فدي نفريكتوم سبيسمن لحاله كان فيها كورونيك اوستراكشن وفيها ايه وباين وباين لك الستون اهي. والشرح كاتب لك في كتاب ايه هيسالك في ايه في ده انت مورتم ولا بوست مورتم، العين ده كان بريزنتد بايه، التريتمنت الصح في ايه، حاله ثانيه زانس جرونتس وباين لك فيها الستون اهي والسيفير فايبروزس واللي الكرايتيريا حتى زانس جرونتس اصعب في الشغل بتاعها في السيرجري من المالجنسي بسبب السيفير ادهيجن والسيفير فايبروزس. بعد كده في البوليسيستيك كيدني ديزيز، شايف الايه منظر اهو ما تنساش ابدا لو جالك الجار ده حاله سهله، وكلام البوليسيستيك ما هوش صعب يعني سواء كان اكوايرد قصدي اللي هي بتاعه البيدياتريك اللي هي الريسيسيف وبتاعه الادلت اللي هي الاوتوسومال دوميننت. الكبار بتبقى اوتوسومال اي دي اوتوسومال دوميننت، بتاعه الصغيرين بتبقى ريسيسيف. طبعا في محاضره السيستيك كيدني ديزيز برضو موجوده على القناه فيها شرح الكلام كل ما له علاقه بالسيست بالايمجنج بتاعه مشروحه بالتفصيل. طبعا انجيو مايلا يومر بناير رينال تيومرز ادخلك فيها واسالك فيها. بعد كده في ده برضه انجيو مايلا لايبوما بالكلام بتاعها. بعد كده رينال سيل كارسينوما والكرايتيريا بتاعتها سواء كانت، وفي كذا جار هنا لكذا نوع من انواع الرينال سيل كارسينوما، في الكروموفوب في اونكوسايتوما ده يعتبر بناين رينال تيومر، وده البابيلاري رينال سيل كارسينوما. طبعا انت ما بتقولش بابيلاري ده هيستوباثولوجيكال دايجنوزس، انما هو عشان عارف الحاله فايه فكاتب لك ان هي بابيلاري. انت طبعا بتوصف المنظر قدامك الهيموريج والنكروزس والهيتروج، كلمه هيتروجينس دي مهمه قوي
ان انا اي مالجنسي فيها ما فيش تجانس ما بين الانسجه بسبب الايه؟ الكرايتيريا بتاعت الايه؟ المالجنانت تيوم. اعتقد ده اغلب الكلام برضه يعني معاك. الكونجنتال الهيريديتال رينال سيل كارسينوما بتتسال كتير جدا، اه اللي هم البابيلاري واللي هو اللي هي البابيلاري تايب 1 وتايب 2 والفون هيبلين ده والبرتو هوك دوبي، دول بيسالوا كتير قوي برضه. تمام. اعتقد كده احنا غطينا اغلب الحاجات، وطبعا التيستس والكلام ده، واحنا انا كده خلصت. لو في طبعا اي اسئله معانا دكتور محمود، دكتور محمود متشكرين جدا لوجودك مع حضرتك معانا، وانا عارف والله ان وقت حضرتك يعني ضيق جدا، والاسبوع اللي فات كان نفسي تبقى معانا، بس يعني مبسوط جدا والله، وربنا يجزيك كل خير، وباذن الله احنا معرفه خير ان شاء الله، واحنا عندنا امل باذن الله في اللابروسكوب، يعني مش هنستفيد جدا باذن الله، ومرتبين لك حالات باذن الله، بحيث ان احنا لا نبدا على نعمل دماغنا حالات يا في فندم، تحت اللابروسكوب أمرك، ونشتغل مع بعض اللابروسكوب ان شاء الله. على دماغنا على دماغنا، تحت أمرك يا فندم. حضرتك تحب تتعلق على اي حاجه من الكلام اللي احنا قلناه بالنسبه للامتحان وكده؟ لا والله يعني تسلم ايديك، والله جميل جدا، انا استفدت والله، ربنا يخلي ربنا يخليك حضرتك، يا دكتور محمود، جميلة الله جدا، من بعض ما عندكم يا باشا، والله ربنا يجزيك خير. يا جماعه الله اللي عنده يحفظك اسئله ربنا بس يخليك. قبل ما نخلص، تحبوا نقفل التسجيل ونخلي الاسئله بعد ما يعني عشان احنا ناخد راحتنا في الكلام؟ ماشي، هنقفل التسجيل والاسئله بقى الايه، لو حد عنده اي استفسار في اي حاجه، الناس اللي داخله الامتحان هنوقف التسجيل اهو.